رجعنا ومستمرين معاكم بعطريق، واهلا وسهلا فيكم من جديد. نحكي لكم عن فعالية كتير مهمة عم تعملها مجلة نكهات عالية Family Flavors مع One with the Nature، مركز للياقة، عم بيعملوا هاي الفعالية للمرة الثامنة، فعالية صحة المرأة، دعي عقلك وروحك وجسدك ايش؟ تزهر. يا سلام، حلوة كلمة تزهر. تزهر فعلا. هاي راح تكون بين 16-19 شهر القادم، مناسبة يوم المرأة وعيد الأم. لنحكي أكثر عن هاي الفعالية معنا نادية الأحمد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك طارق. طارق حامد الصبح مع صافي. مع أن أنا أسفة مستمع على طارق حامد. كانوا طلعتوه مع طارق حامد. أهلا وسهلا فيك. كلنا عيلة واحدة. الله يخليك. شكرا. شكرا لك وشكرا لإذاعة مزاج، وأنا مبسوطة صراحة كتير أني أكون معكم. بدنا نحكي عن هاي الفعالية، يعني الفعالية جد فعالية مهمة، خليهم يزهروا. بالضبط. هي صراحة هي الفكرة منها أن إحنا نجمع الستات، ناخدهم من حياتهم، رتابة حياتهم وروتين حياتهم، عشان شوي يتواصلوا مع عائلهم وجسمهم، وشوي ياخدوا استراحة من كل الحياة. أوكي. ورح يكون أكيد زي ما قلت هي بين 16 و19 بالعقبة، فرح يكون الجو شوي حلو. بالعكس، رح يكون الجو كتير حلو، كتير حلو داخل على دفا. وكمان بيصادف يوم المرأة وعيد الأم، فبدنا إياهم يغيروا جو، يشوفوا أشياء تانية. هي كلها بيلاتز رح تكون الفعالية؟ لا لا لا، هلأ الفعالية فيها كتير أشياء. رح تكون بين مجلتين نكات عائلية وفاميلي فليفرز، رح يكون عنا خبرة منهم، وإحنا مدربات من مركز One with Nature للياقة البدنية. نحكي عن الفعالية، نحكي بتفاصيل، يعني لو اليوم بدك تحكي كيف رح يبلش نهارهم، كيف رح تكون، كيف يومهم رح يمشي يعني بشكل أو بآخر. هلأ هو كل إشي إحنا منظمينه بطريقة هو يخدم الستات، يكون إلهم هيك شوية استراحة، عارف كيف، إنه ينبسطوا استراحة من ضغوطات الشغل، ضغوطات الحياة، ضغوطات كل إشي، من رتابة الحياة زي ما تقول. أوكي. رح يكون معنا خبرة من مجلات نكهات عائلية وفاميلي فليفرز، كمان رح يعطوا نصائح ومختصين، رح يعطوا ندوات عن الجمال، أسرار الجمال، رح يعطونا ندوات عن الذكاء العاطفي، الذكاء المادي، رح يكون في عنا ندوات عن تقبل ذات وزيادة الثقة بالنفس عن طريق الصور الفوتوغرافية. حلو. ورح يكون في عنا جلسات تأمل ويوغا ريليت أو خاصها إلها خاص بالتوازن الهرمونات عند الستات. هاي رح تكون صراحة هيك يعني مختصة بالستات. رح يفصلوا تماما، رح يفصلوا بالضبط. ورح نكون إحنا كمان مدربات من One with Nature، مركز لياقة بدنية. رح نعطي رياضة بيلاتيس، رح نعطي يوغا، رح نعطي بوتي بار. قد إيه مهم الرياضة للصحة العقلية والنفسية؟ يعني مهمة جدا 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 للصحة النفسية. هلأ الستات لما يلعبوا بتكون نفسيتهم غير، عارف كيف، حياتهم كلياتها غير. وبعدين الرياضات اللي إحنا هلأ بنعطيها عادة بدها تركيز بالعقل أكتر من بالجسم، عشان يعني عشان يكون في شوية تواصل بين العقل والجسم، لازم الوحدة تركز بالرياضة اللي هي عم تعملها، وهيك بتصير يعني هي فاهمة جسمها أكتر، فاهمة حياتها أكتر. كتير بتطلع طاقة سلبية من الستات، فبتكون الحياة جدا مختلفة مع حلو. الرياضة. أنا ذيك المرة كنت عم بقرأ بحكي إذا بتفكر بالعضلة بتقوى. طبعا يعني إذا بتفكر فيها مجرد تفكير بتقوى. هلا أنت لازم تفكر بالعضلة عشان ده تعرف كيف تشغلها بالأصل، عرفت كيف. فأنت زي ما بتحكي مع حالك بتعطي مسجات إيجابية لحالك، بتعطي مسجات إيجابية للعضلة تبعتك عشان تعرف تشتغل كمان. يا سلام. طيب هل هذا الباب مفتوح لكل الناس بيقدروا؟ لكل الستات، الصبايا يعني. الستات مفتوح لهم المجال يسجلوا، طبعا معهم تسجيل من هون لتسعة ثلاثة اليوم الخميس. في إما بتواصلوا معنا عن طريق رقم التليفون 079-655-17-18. نعيده كمان مرة، 079-655-17-18، أو عن طريق الموقع الإلكتروني nakahatailiye.com. فخم. فهذا بإمكانهم يعني معهم من هون ليوم 9-3. أهو
يعني معهم مجال معهم 10 ايام معهم مجال. حلو. طب انت كونك مدربه بيلاتيز هاي انا بشوفها ترند على السوشيال ميديا، مش بشوف، بشوف هالصبايا كلهم بروحوا، وحتى مره استضفت عليا فارس سالتها كمان عليا بتدرب عندكم. عليا بتدرب يعني بشوف فيها بس بشوف فيها عذاب شوي شكله. لا هلا رياضه البيلاتيز شوي مختلفه لانها هي بتشتغل على العضلات الاساسيه بالجسم. أوكي. اللي بتثبت الهيكل الاساسي، الهيكل الرئيسي، عارف كيف؟ فهي بدها تركيز، بتزيد المرونة، بتزيد التوازن بالجسم، بتعطي بتزبط قامة الجسم زي ما بيحكوا. أوكي. عرفت كيف؟ فبيصير الجسم أصلا شكله غير. بس بحس إقبال الصبايا أكثر من الشباب. هلأ هي الرياضة لكل الناس. ستات، رجال، أولاد، بنات. يعني إقبال الناس عليها عنا بالستات أكتر، بس هي كتير في رجال بعملوها. هلأ بتشوف أسماء كبيرة بعالم الفوتبول مثلا بيشتغلوا بيلاتيس، بعالم الباسكتبول بيشتغلوا بيلاتيس، يعني كلهم رجال ورياضيين معروفين وهيك. بس بعرفش ليش إحنا عنا يعني شوي الستات بيروحوا عليها أكتر، يمكن لأنه الرجال دايما بيحبوا الرياضة اللي فيها عنف حديد. احنا عنا الرياضة شوي بتختص بالعضلات الصغيرة اكتر بس من الكبيرة. هاي لازم يكون انت جد جسمك كتير منيح عشان تحافظ عليه. لا انت بتقدر تبلش من يعني هي بتحرق دهون وبتعمل لك. هلا شوف اكتر اشي بقهرني لما يجي حدا برياضة البيلاتيس ويحكي لي قديش بتحرق هاي الرياضة. بس ما هو دوعد ليش ليش داخل على الرياضة عشان تزبط جسمك، تزبط جسمك، تزبط حياتك. هلا لما يزبط جسمك بصير عندك الكتلة العضلية اكتر. جسمك تلقائيا بصير يحرق اكتر. اوكي عرفت كيف؟ فكل ما كانت عندك الكتلة العضلية أكتر أنت بتكترها بيصير جسمك يحرق أكتر. بيصير والمدة اللازم يعني مش المدة يعني التمرين أو التمارين ساعة أقل من ساعة يعني عادة بتاخد بين 50 دقيقة يعني 45 دقيقة لساعة. أيوه عادة يعني الطبيعي. الطبيعي حلو. نعم الطبيعي والله شغلة حلوة. بدنا نخلي النعيم يصير. أهلا وسهلا فيكم تعربش. احنا مستناكم كلياتكم. أهلا وسهلا السنتر عنا بستناكم كلياتكم جاهزين. هلأ في عنا رياضات تانية كمان احنا رح تكون معنا بالفعالية. في عنا كمان رح يكون في بوتي بار، رح يكون في كارديو وتمارين مائية، ورح يكون في ايروبكس. في أشياء كتيرة متنوعة للستات. عادة كل سنة الستات بيعبروا لنا قديش هم بيكونوا مبسوطين بهاي الفعالية. حلو. بيغيروا جو كثير. كل سنة بالعقبة بيعملوها. احنا بنعملها بشكل دوري أكتر من مرة بالسنة. وبالعقبة بالعقبة بواحد قيلة. يعني الجو حلو كتير. جو حلو آيلة حلوة يعني. كتير حلو. يلا يدعي آيلة جماعة آيلة يعني كمان. بنصح الكل يشارك فيها. أهلا وسهلا. يعني هاي الفعالية مهمة إذا بدكم تفصلوا يا صبايا من 16 ل 19/3 آخر فرصة للتسجيل 9/3 بتسجلوا من خلال 079-655-17-18 أو من خلال الموقع الإلكتروني نكهات عائلية. شو كمان بدك تحكي لنا آخر إيش عشان نحمسهم الحماس؟ هلأ في إحنا عنا أنشطة دايما بتكون مميزة بكل مرة بنروح. في إشي تغيير هاي المرة رح يكون في عنا يوم طبي برعاية نات هيلث. في عنا فحوصات مجانية. حلو. واستشارات طبية كمان. في عنا جلسة مع الدكتورة، رح تيجي دكتورة مختصة من البحرين بالآيروفيدا اسمها لينا زلوم رح تكون موجودة معنا. وفي عنا فقرة طهي صحي ونصائح ل متعة يعني ينبسطوا يعني رح ينبسطوا كتير. وآخر يوم ختامها مسك زي ما بيقولوا رح يكون عنا رحلة إلى وادي رم. حلو. رح يكون فيها فعاليات كتير حلوة. مش تختموها بزرب بعد كل هالرياضات؟ والله فيها زرب صراحة. موجود فيها زرب يعني. فأهلا وسهلا اللي بحب الزرب. طب المواصلات أكيد مؤمنة، التفاصيل كلها مؤمنة، كلياتها مؤمنة. يحكوا معنا وإن شاء الله بنحكي لهم كل التفاصيل. أهلا وسهلا بالجميع. بس قبل زي ما حكينا قبل يوم الخميس 9/3 وهاي دعوة لكم جد يعني عشان عيد الأم وعشان قبل رمضان كمان جايينا رمضان. رمضان فرصة الواحد كمان بيريح فيها حاله وبرضه هيك بيعيش أجواء الجميلة جدا. خلي الصبايا وهي دعوة كمان للأزواج نتركوهم هالثلاث أربع أيام يروحوا ويعيشوا جد أجواء حلوة يفصلوا شوي. يعني عادي تكون بيبي ستر لمدة أربع أيام ثلاث أيام عشان يشحنوا شوي الستات طاقة عشان يكون
في مجال قدامهم يكملوا. هلا ما في ناس عم بعثوا لي الاسعار، ما بعرف التفاصيل على الويب سايت، التفاصيل على الويب سايت او التفاصيل لما يحكوا معنا على التليفون 100%. فروحوا انبسطوا. شكرا ناديه لك. شكرا لك. ونشكر كمان مجله نكهات عائليه وفاميلي فليفرز اللي دائما احنا على شراكه معاهم. وكمان نشكر الجيم تاعكم. شكرا لك. شكرا لك. One with nature.